نيشنز عربية. بداية من كأس أمم أفريقيا، منتخب بوركينا فاسو ونيجيريا تأهلا إلى ربع النهائي. بوركينا أبدى دهشته من قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمشاركة بطل نسخة 2013 بدلا من زامبيا بطلة 2012 في كأس القارات في البرازيل الصيف المقبل. تتحدد اليوم الأربعاء هوية آخر المتأهلين إلى ربع النهائي الأفريقي ما بين منتخبي تونس وتوغو، طبعا ضمان كوت ديفوار. البريمير ليج الجولة 24 انطلقت بأربع مباريات شهدت أهدافا مثيرة أبرزها سقوط حامل اللقب مانشستر سيتي. الجولة 24 تستكمل مساء الأربعاء بست مواجهات أبرزها اللقاء الكبير. يوفنتوس يوزع منافسات الكأس من نصف النهائي بعد خسارته أمام مضيفي لاتسيو بهدفين لاثنين. الفريق في هولندا مباراة دين بوش مع ألكمار في الكأس تتوقف قبل نهايتها بسبب هتافات عنصرية من بين يا كويت. العملاقان القادسية والعربي يتأهلان إلى نهائي بطولة كأس ولي العهد على حساب جهراء وقضمة. القادسية أكد تفوقه العربية. أفريقيا اليوم تتحدد هوية آخر المتأهلين لربع نهائي ما بين منتخبي تونس وتوغو بعد ضمان كوت ديفوار التأهل المبكر. الكرة العرب تتركز على مباراة المنتخب التونسي صاحب الأمل الأخير للتواجد العربي في ربع النهائي بعد أعلى في الفيفا عن القارة السمراء. كوت ديفوار التي ضمنت التأهل وصدارة المجموعة. في مالي يحاول منتخب كرة قدم أن يزرع بسمة في شفاه الشعب وإعادة الأمل لمستقبل أفضل. النصور المالية جرت مباراتا الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة. منتخب بوركينا فاسو ونيجيريا يتأهلان إلى ربع النهائي فيما حاملة اللقب زامبيا. من إسبانيا محاكمة طبيب المنشطات الشهير فوينتس تتواصل ومفاجأة جديدة فجرتها الجلسة الثانية. الطبيب المتهم بحقن الدراجين بالريال عودة إلى ألما. الرابع والعشرين تستكمل مساء الأربعاء بست مواجهات أبرزها اللقاء الكبير الذي يجمع في أخبار انتقالات اللاعبين. مهاجم مانشستر سيتي الإيطالي ماريو بالوتيلي يخضع للفحص الطبي اليوم تمهيدا لانتقاله لنادي أي سي ميلان الإيطالي. مسؤول ناديين إيطاليا يوفنتوس يودع منافسات كأس من نصف النهائي بعد خسارته أمام مضيفي لاتسيو بهدف لاثنين. الفريقان كانا قد تعادلا. دوري الرابطة الأمريكية لكرة السلة NBA جولدن ستيت ووريرز يفوز على مضيفي كليفلاند كافاليرز ب 108 نقاط مقابل 95. كلاي تومسون سجل. أخبار الرياضية.